نتواصل مشاهدينا الاعزاء ونرحب بحضراتكم اجمل واطيب ترحيب. ينطلق شوطنا التاسع والخاص بالابكار المحليات الاصايل على البركه نسير. ننطلق مع البدايه هلول نسير مع المركز الاول. نتابع مذيار محمد بن عيد من خلفان الهاشمية ينطلقون اهالي السلطنة طامحين بناموس هذا الشوط، بينما المركز الثاني نتابع الوصول في هذه اللحظات من شيما مبارك بن هضمان بن فالح الشامسية ينطلق على ثاني المراكز. ثالث التحديات شعارك يا ابو محمد غادم مع زعفرانه عبيد بن حمد بن عفصان المنصوري على ثالث المراكز. رابع التحديات نتابع القدوم من سرابه أحمد بن سعيد المنصوري يتقدم مع سرابة على رابع المراكز. خامس التحديات نتابع من القادم، نتابع من الواصل، نتابع هنا من الحاضر بهذا الإبداع الكبير. تتقدم صدفة عيسى بن مبارك من دعفوس المنصورية، يتقدم بمبارك وشعاره، ينطلق بمبارك وتحدياته بمبارك هنا وانطلاقاته المتكررة في هذا الصباح الجميل الجميل. سادس المراكز تتقدم الكايدة محمد بن سهيل بن هدفة العامرية، ينطلق هنا مع الكايدة على سادس المراكز. هذه هي النتيجة مشاهدينا الكرام. نعود مع البداية هلول، نعود مع الأسماء الكبيرة، نعود مع الأسماء الخطيرة، مع الأسماء المتقاربة من بعضها البعض. نعود مع البداية هلولة. تنطلق مذيار، تنطلق مذيار بقيادة الهاشمية، بقيادة الهاشمية ينطلق على المركز الأول، ينطلق على المركز الأول محمد بن عيد بن خلفان الهاشمية ينطلق مع مذيار، بينما المركز الثاني تابع القدوم والوصول من زعفرانه عبيد بن حمد بن عفصان المنصورية ينطلق راعي عطوة، ينطلق هنا مشاهدينا الكرام على ثاني المراكز. ثالثا نتابع الوصول في هذه اللحظات، القدوم في هذه الأثناء آرام، هذا أول نداء لآرام. مرحبا بك يا أبو شهاب ومرحبا بك يا مبارك أحمد بن خميس بن مبارك بن شلبوت الخيلية، ينطلق هنا راعي مشاكل على ثالث المراكز. رابعا نتابع شعارك يا راعي امال، شعارك يا راعي العديد والعديد من الاسماء، ينطلق بمبارك، ينطلق بمبارك وشعاره، ينطلق بمبارك وتحدياته. هنا مشاهدينا الكلام مع صدفه، ينطلق مع صدفه هنا على رابع المراكز. خامسا والوصول، خامسا نتابع الغدوم من شواهين سعيد بن بطي من خلفان المنصورية ينطلق بو بطي، ولكن بو سالم حاضر على مستوى المركز السادس، ولكن نشوف من اللي قادم من السياق الخارجية. نتابع التقدم، نتابع العبور، نتابع الدخول في هذه اللحظات، نتابع الكايدة
مع العامرية، محمد بن سهيل بن هدفه العامرية ينطلق مع القايدة، نعود مع البداية الأولى، نعود مع الشعارات المنطلقة، نعود مع الأسماء المتقدمة، نعود والعود. وأحمد دير بالك يا راعي العورة، دير بالك الجماعة غادمين، يا له من سيل جارف، يا لها من تحديات قادمة، مطلوب نقطة، مطلوب عليك نقطة يا راعي العورة. طاقم هذا الشعار متواجد مع هذا الشعار، ولكن القيادة الحكيمة، نعود مع البداية الأولى، نعود مع المركز الأول، تتقدم زعفرانة مع راعي عطوة، يتقدم بو محمد وشعاره، ينطلق هنا راعي شايم، ينطلق راعي العديد والعديد والعديد من الأسماء الذي لها وزنها وثقلها في عالم الساحر، عالم رياضة الهجن العربية الأصيلة، ولكن بو سالم، مع غازية. أوه مرحبا بغازية، مرحبا بك يا بو سالم، الله على اللي حضرت، غطت على كل الحضور، مرحبا بغازية. سهيل بن سالم بن سهيل الخيلي الذي لا يظهر هنا في هذه اللحظات إلا في الأمتار الحساسة، ولكن بن شلبود، على ثالث المراكز، قادم بوشهاب على ثالث المراكز، يتقدم راعي مشاكل، ولكن القدوم من الحذرة، هذا أول نجار الحذرة، قادمة من الصفوف الخلفية، مطر بن صوح ومطر الخيلية قادم مع حذرة، ولكن الوصول والقدوم من شواهين سعيد بن بطيم خلفان المنصورية، ولكن نعود مع المثلث الذهبي، نعود مع الثلاث اللي بهن زان اللقاء، نعود على بداية المسار، نعود على بداية المشوار، ننطلق مع البداية، هذا أبو محمد، والعصافة الأبطان، روح يا راعي السياف، روح، الوقت ما يمدي، حرك يا راعي العورة، حرك يا راعي العورة، ولكن أبو سالم بدأ يهجم، بهجماته الشرسة، مع غازية بن شلبوت ثالثا، ولكن الوضع هادي، بو سالم مع غازية، روح يا محمد، روح، خذها نصيحة من أخوك، يا سلام يا سلام، ولعت، ولكن هنا زعفرانة، راح الزعفرانة مع البداية الأولى، راحت مع المركز الأول، عبيد بن حمد بن عصان المنصورية، راح عطوة مع البداية الأولى، مشكور يا محمد، مشكور، سلامي عليك، والشكر أيضا لراكان راعي العورة الملقب بالبركان هنا في هذا اللحظات، تهانينا وناموس نبعثها من هذه اللحظة على فوز زعفرانة، تهانينا والناموس لك يا محمد. ثانيا نتابع القدوم في هذه اللحظات من غازي سهيل بن سالم بن سهيل الخيلي، ثالثا نتابع من شلبود، رابعا هنا مشاهدينا الكلام الحذر، خامسا نتابع هنا شعار بن عنتر، مرحبا بهذا الشعار، اتى بالمركز الخامس، ولكن القدوم في هذه اللحظات، سادس المراكز هنا مشاهدينا الكرام اللي تحمل رقم 8 النايفة، خلف بن مطعم علي بن سليمان السناني، التوقيت الزمني 8:14 هنا مشاهدينا الكرام، يعتبر من التوقيت الأفضل، ويعتبر التوقيت الأفضل في هذا الصباح الجميل والناموس.